أحياؤنا نظيفة فلا توسخوها بالغرباء، لا نريد سوريين هنا. هذا أحد الهتافات التي رددها معتدون أتراك أثناء تخريبهم وحرقهم منازل ومحال تجارية تعود للاجئين السوريين في منطقة ألتنداخ بالعاصمة التركية أنقرة منتصف أغسطس آب الماضي، على خلفية مقتل مراهق تركي أثناء مشاجرة جماعية مع شبان سوريين. أحداث ألتنداغ لم تكن الوحيدة في تركيا، فقد سبق أن تعرض لاجئون في مدن تركية أخرى لاعتداءات مماثلة وربما أشد منها، سواء بالضرب أو توجيه عبارات عنصرية، وفي أحيان أخرى تصل للقتل في وضح النهار دون تدخل السلطات التركية ومحاسبة المعتدين. حملات السياسيين الأتراك بفرض قيود أكثر صرامة على اللاجئين كانت أحد أسباب ازدياد مشاعر الكراهية تجاه السوريين، لتتحول عاطفة الأخوة التي أظهرها الأتراك تجاههم خلال السنوات الأولى من الحرب السورية إلى عداء لا يوصف، تترجم معانيها بالضرب والقتل وحرق الممتلكات وغيرها من الممارسات التي تطال السوريين، حتى باتت ثقافة العنف هي السائدة في المجتمع التركي تجاه أي شخص من غير القومية التركية، ثقافة ليست بالجديدة أو الدخيلة، بل هي ثمار ممارسات متجذرة ورثها ويورثها الجد التركي لأحفاد أحفاده. وما هذه المشاهد العنيفة إلا دليلا على الحقد والكره لمن هو غير تركي. لاحقا سادت الشارع التركي ظاهرة إطلاق هتافات من جانب مجموعات تركية تدعو إلى طرد السوريين من البلاد، متأثرين بما يدلي به السياسيون الأتراك من مواقف عنصرية على نحو ما يروج له رئيس حزب الحركة القومية دولة بهجلي بأن الهجرة غير نظامية هي غزو بلا اسم وهي مؤامرة على هيكلنا الديموغرافي كما يقول. مثل هذه الخطابات قد تكون دافعاً قوياً لتشكيل عصابات انتقامية ضد كل من ليس تركياً سواء داخل البلاد أو خارجها، كما يفعل أعضاء أخوية أتمان التي تقول في أحدث تسجيل لها: يجب علينا أن نقول كفى لهذا الاحتلال ونريق دماء هذه الأعراق، إذا لم نكن عنصريين اليوم فسنكون بلا وطن غداً. تستهدف أخوية أتمان بشكل خاص اللاجئين السوريين وممتلكاتهم تعبيراً عن سخطهم على وجودهم في الأراضي التركية، والجماعة التي شكلها شبان أتراك تتخذ من رمز النازية والجمجمة والسكين شعاراً لها يرسمها أعضاؤها على الجدران وعلى أجسادهم على شكل وشم. وينفذ أعضاء أخوية أتمان مهماتهم العدائية ضد السوريين في أي منطقة تسنح لهم الفرصة، ففي هذا المقطع المنشور على حساب الجماعة على اليوتيوب يظهر أحد أفرادها وهو يعتدي بالضرب على أحد اللاجئين أثناء عمله في جمع الخردة، وامتدت اعتداءاتهم إلى تعطيل إطارات سيارات السوريين ودراجاتهم كما في هذا المقطع المنشور أيضا في حسابها على اليوتيوب. كذلك أسست الجماعة قناة على تطبيق تليجرام تنشر فيها بشكل يومي أفكارها العنصرية التي تدعو إلى نشر الحقد والكراهية تجاه غير الأتراك. وما يثير القلق أكثر هو موقف العديد من الأتراك المؤيدين والداعمين لما ترتكبه أخوية أتمان من اعتداءات. وأما أتمان فهو اسم عثمان الأول مؤسس السلالة العثمانية التي حكمت البلقان والأناضولة والمشرق العربي وشمال إفريقيا طوال 6 قرون، إلى أن انقضى أجلها مع إعلان مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية عام 1923.